السلام عليكم. شاهد اللغة التي يتكلم بها الله سبحانه وتعالى لنا في أرض المحشر يوم القيامة. فلقد أرسل لنا أحد معجبين القناة سؤال جميل جدا وطلب الرد منا، وكان السؤال بالنص كما أرسله لنا، قال: إن شاء الله يوم القيامة سيحاسب الناس على أعمالهم، فما هي اللغة التي سيحدثنا بها الله على الرغم من اختلاف ألسنتنا؟ وصراحة بمجرد قراءة هذا السؤال عمد المقيمون على القناة إلى البحث الدائم والمستمر إلى الإجابة على هذا السؤال الذي لم يرد على بال أحد من قبل، نظرا لصعوبته في أنه لم يرد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بشيء كهذا، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا في حديث نبوي له عن اللغة التي سيحدثنا الله سبحانه وتعالى مالك الملك جل جلاله بها، حيث أننا لم نتوصل إلا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. لذلك كان لازما علينا أن نتريث لفهم تلك الحقيقة في لغة الله سبحانه وتعالى لنا يوم القيامة، وهي أن الله سبحانه وتعالى سيتحدث مع كل الناس بلغة واحدة، بلغة يفهمها الجميع، كل من في أرض المحشر، أي أن هناك بشر سوف يكلمهم الله على رؤوس كل الخلائق سواء كان في ذنوبهم أو حسناتهم، وهناك من سيسترهم الله سبحانه وتعالى، وهناك أيضا من سيفضحهم جزاء بما كانوا يفعلون. وإن شاء الله لنا حديث على القناة عن من سيسترهم الله تعالى من الخلائق ومن سيفضحهم على رؤوس الخلائق، ولكن حديثنا عن من سيكلمهم الله أمام الجميع ويفضح عيوبهم على رؤوس الخلائق. ولنفترض أن الله يسأل أو يكلم أو يخاطب رجل كان يتكلم اللغة العربية، فكيف سيفهم الأجنبي ذلك الكلام إلا إذا كان الحديث بلغة يفهمها الجميع في ذلك اليوم، وهو يوم يجعل الله سبحانه وتعالى الولدان فيه شيبة. ولا عجب في ذلك أن الله تعالى قادر على التحدث بلغة يفهمها الجميع، وأن يجعل الجميع فاهم تلك اللغة، كما قال رسول الله في حديثه الشريف أن هناك أناس سيمشون على وجوههم في أرض المحشر يوم القيامة، فقال الصحابة: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قدر للناس أن يمشون على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم وأذنهم، ثم تلا قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. ونرجو أن تكون تلك الإجابة قد نالت إعجابكم، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم إلى يوم نلقاه على خير إن شاء الله، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.